المشروع ده عبارة عن ده مشروع أولا. تانيا المشروع ده عبارة عن حاجة كده زي جوجل، بس حاجة أولا مش كاملة، لأن هي يعني مخصصة عن حاجة واحدة بس عشان تسهل عليا وقت تضيق وقت قصدي يعني تبقى سهلة في البرمجة والكتابة. يلا بسم الله نبدأ أوريكم الكود. نطلع الأول، أول حاجة نقراك أعمل كام كلمة كده للمستخدم عشان لما يجي يلاقي فيه تنظيم شوية في البتاع. فقررت إن أنا أكتب له أهلا أو هلو. بعدها أنا قلت ما ضيقش في الحتة دي عن المستخدم ولخبطه عشان هي بتكون ساعات ملخبطة، فأنا قررت أكتبها فوق عشان أخلي خانة البحث أبسط وأوسع والحاجات دي. بعدها عشان بقى خانة البحث عشان نبدأ بقى وخليه يبحث براحته والحاجات دي وتعدد الأبحاث، استخدمت if condition. فأول حاجة قررت لو المستخدم اختار لاين أو أسد هيعمل برنت معلومات الأسد، وهكذا الظروف، وهكذا وهكذا الخفاش او البيت وكده. ده كله مشروعي، اتمنى يكون يعجبكم.